متابعة إخبارية جديدة نتابع فيها آخر الأخبار حول تطورات كورونا وجهود الدول في مواجهة الجائحة. كل هذا وأكثر مشاهدينا تتابعونه في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. نتابع معكم مشاهدينا آخر الإحصائيات حول العالم بعدد الإصابات، حيث تخطت الإصابات 257 مليون إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي أكثر من 232 حالة شفاء بنسبة 91%. أما مشاهدينا حالات الوفيات فقد تجاوزت 5 ملايين حالة وفاة بنسبة 2%. أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق اعتمرنا ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية للشخص محصنا بجرعتين ضد فيروس كورونا، أو محصنا متعافيا، أو محصنا بجرعة أولى وأكمل 14 يوما. وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق اعتمرنا، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة. رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس. وأشارت المنظمة إلى أن فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة لفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشاراً كانت وراء احتدام الوباء، ودعت إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة. قال وزير الصحة الألماني ينس سبان بأن موجة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي اجتاحت البلاد وأغرقتها في حالة طوارئ وطنية، وأعلن في مؤتمر صحفي بأن الوضع أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسبوع، مؤكدا أن البلاد في حالة طوارئ وطنية، ومشددا على أن وضع فيروس كورونا في ألمانيا خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد الإغلاق العام بما في ذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم. وسط مخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا في فرنسا، أوصت السلطات الفرنسية الصحية بتوسيع فئات السكان المؤهلين للحصول على جرعة معززة من اللقاح لتشمل الذين يبلغون 40 عاما فما فوق. وتشهد فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات بنسبة 40 إلى 50% كل أسبوع. ونصحت الهيئة العليا الفرنسية للصحة بإعطاء هذه الجرعة المعززة من اللقاح بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى، إذ تشير الدراسات الأخيرة إلى فائدة لهذه الفئة العمرية. أعلنت النمسا أنها ستفرض الحجر المنزلي على جميع سكانها وستجعل التلقيح إلزاميا اعتبارا من شهر فبراير القادم، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات مشددة إلى هذا الحد في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. وبعد أسبوع من استهداف الأشخاص غير الملقحين، أعلنت النمسا فرض حجر منزلي على جميع المواطنين والبالغ عددهم 8,900,000 نسمة حتى 13 من شهر ديسمبر القادم، مؤكدا أنه لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار. وشددت النمسا أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحلقة المفرغة في زيادة معدل التطعيم بشكل مستدام، مؤكدا أن ذلك هو بطاقة الخروج من الوباء.
سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قياسي يزيد عن 1250 حالة. ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ. وتلقى أكثر من 66 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى، واستكمل أكثر من 58 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة المجتمعية في البلاد ب 50%. أعطت السلطات الصحية الأمريكية الضوء الأخضر بالاستخدام الطارئ للقاحات شركتي فايزر وموديرنا ضد فيروس كورونا، وذلك بهدف إعطاء جرعة ثالثة معززة لجميع البالغين الذين لقحوا بالكامل قبل 6 أشهر. وكانت الجرعة المعززة من هذين اللقاحين تقتصر سابقا على فئات محددة، منها من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وتلقى ما لا يقل عن 31 مليون شخص جرعة معززة في الولايات المتحدة. هذا الإذن بالاستخدام الطارئ الممنوح لفايزر وموديرنا يساهم في تأمين حماية مستمرة ضد كوفيد-19، بما يشمل الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تحصل مثل دخول المستشفى أو الوفاة. أعادت السلطات الإيطالية فتح منتجعات التزلج شمالي البلاد لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كورونا، غير أن ارتفاع عدد المصابين يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا. المنتجع كان ينتظر إعادة التشغيل منذ مارس من العام الماضي عندما فرضت إيطاليا الإغلاق، وتجتاح في المقابل أوروبا موجة الرابعة من الوباء الذي أجبر النمسا المجاورة لإيطاليا على إعلان الإغلاق الكامل، كما لم تستبعد ألمانيا اتخاذ إجراءات مماثلة. في الختام مشاهدينا، أوروبا بدأت فيها الموجة الخامسة من كورونا، والإغلاقات بدأت تنتشر في الدول الأوروبية، والوضع في العالم عاد إلى منحنى خطر مرة أخرى مع بدء موسم الشتاء. والخوف والقلق بدأ يظهر مرة أخرى على المنظمات الصحية، وهو أمر يستوجب الحذر وأخذ الحيطة والالتزام بالإشارات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي وأخذ التطعيمات. دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.